وينضم لي هنا في الاستوديو صالح العبيدي الممثل والمتخصص بالخدع البصرية. اهلا يا صالح. يا اهلا وسهلا، يعطيك العافية. الله يعافيك يا حبيبي. يعني انتوا تلعبون على الناس ولا تستخدمون جهلنا في بعض هالالعاب وقاعدين، شو اللي تسوونه؟ شوف، فن الخداع البصري في بعضها فنون خداعية للعين، وفي بعض الدراسات تدخل في السايكولوجي والبادي لانجوج وقراءة الافكار بتفاصيل معمقة اكثر. هي مو بتلاعب بالناس قد ما هو تلاعب مرح، بحيث انك انت تلعب للشخص وانت تدري الشخص اللي قدامك يدري انه انت قاعد تلعب له، ولكن هو مبسوط. ليش يقولوا لك ماجيشن؟ ماجيشن في الخارج في فرق بين كلمة ساحر ومشعوذ. عندنا ساحر اللي هم يستعينون والعياذ بالله، ولكن في الخارج السحر هو سحر للعين والخداع البصري للعين، وليس السحر بالجن. ايه، وانت يعني تسحر العين يعني نوعا ما. وش اللي ممكن نسويه كذا شيء؟ طيب، يعني حنسوي حاجه في التوقعات. ايه، احتاج استخدم جوالك فيها. ها؟ بستخدم جوالك فيها. جوالي؟ الله. ايوه، عندي مجموعه اسماء لعدد من المشاهير الاجانب: جون غارينج، ديفيد بيكهام، رابح صقر، فيدل كاسترو، ديانا لوبيز، كريستيانو، ليو ميسي، توم هانكس، سيلفر ستالوني، كيزو أبوتشي، توم كروز اللي يشبه لك، وسيلينيا جوميز. طيب، أنا حاخذ جوالك قبل ما تختار أي اسم من الأسماء هذه الموجودة. أيوه؟ قدامك. حفتح جوجل وحبحث في جوجل عن اسم واحد. أيوه، ثم حنحط الجوال وبعدها لك حرية اختيار أي اسم أنت أحب. يعني أعطيك جوجل؟ أي، أعطيني جوجل. أوكي، أبيك تركز في الأسماء وتحط في بالك اسم معين لأي مشهور من الأسماء اللي قدامك. يمديك بعدين تغيرها، يمديك تثبتها. أنت يمديك تغيرها ترى. لا، ثبت، أبكتب للشباب. طيب، أبكتب للشباب. من اللي يشوف؟ من اللي نظره كويس؟ لا، ما أبغى الناس يشوفون، أبغى العيال اللي هنا يشوفون، عشان بس ها تشوفون منو اللي اخترته. ها، خلاص، انا اتوقع جاهز بالجوال حقك. خلي جوالك نفس ما هو. أيوه، عشان لا يكون انا مثلا مستخدم هاتف عندي انا مضبط في برنامج معين. ايه، لا تتكلم، عشان لا نقول احنا فاتحين سيري فهو قاعد يلقط الصوت مثلا. اشر بصبعك على المشهور اللي انت حابه وانت تغير اذا انت تبغى. خوي اللي انا اخترته. الله الله، ابو صقر. طيب، يمديك كان تختار تقريبا عندنا حدود 12 اسم. ايه؟ كان يمديك تختار اي اسم من 12 اسم الموجودة على الطاولة، وبس انت اخترت هذا الاسم الوحيد. ايه، كم من 10 تتوقع انا الاسم الوحيد اللي بحثت عنده في جوالك هو رابح؟ واحد. واحد من 10. واحد. جوالك كان يمديك تختار اي اسم. افتح الجوال وشوف البحث اللي عندنا ايش. ايه، الله يخرب بيت عد. ها؟ ابو صقر؟ رافع صقر. شلون؟ كيف؟ طيب، انا كنت يمكن بختار توم كروز. ها؟ كان يمديك تختار توم كروز. طيب، ابغى شيء ثاني. طيب، انا لسه ما اقتنعت. لسه ما اقتنعت. أي يعني اكيد انك حاط لي كل ذولا بختار رابح، يعني بختار توم كروز مثلا. مثلا ممكن. طيب، ليش لا؟ طيب، حنجرب حاجه. دائما احنا في الكروت يوم نلعب كروت تعودنا على اشياء معتاده نشوفها. يقولون تقرا الافكار. اي نعم. ها؟ اي نعم. والله افكاري ولا شيء زين فيها. يعني خليها مستوره. عطني بس اذا شفت شيء جاي فيه العيون. ابغى فكره من افكاري. يلا، حجيك الفكره من افكارك. او خلني اصعبها، حنجي الباسورد مثلا جوالك. اي، باسورد لو الا الباسورد. حنجي بس حنسوي حاجه شويه غريبه. انا للامانه اول لقاء اظهر فيه الكروت. انا من الاشخاص اللي ما يحبون اللعب بالكروت لانها صارت حاجه معتاده عندنا. ولكن اليوم حنسوي معك حاجه لاول مره ممكن تشوفها عينك، حاجه تدخل في الايروجن او فن الخيال والتلاعب بالذهن. عطني. حلو، عندي مجموعه كروت جدا عاديه ومختلفه. اوكي، قل لي وقف عند اي كرت انت حاب، بس قل لي ستوب. وقف. خذ الكرت، انا ما ابي اشوفه. اعطيني ستوب عند كرت اخر. وقف. خذ الكرت، احفظ الكروت ووريها الكاميرا، انا ما ابي اشوف اي كرت موجود. اي طيب، ها، واضحين لك؟ اي خلاص. طيب، رجع كروتك في اي مكان انت حاب. ها؟ في اي مكان حطها في الورق. طيب، بس خلنا بس عشان نضبط الامور. يلا، ها، تفضل. يلا، حلو، ان شاء الله ما انت بجايبها. ان شاء الله. حطلع اي كرت عشوائي عندي في المجموعه. ايه، مثلا ولد القلب، هذا احد كروتك؟ ايه، هذا كرت احد كروتك. لا. افتح يدك اليمين، مد لي اياها اذا ما عليك امر. ابي اخلي الولد على يدك وابيك تقفل عليه بيدك اليسار. تخيل ان كرتك الاول هنا، كرتك الثاني هنا. اوكي، دمجناهم في كرت واحد. ايه، وخذنا الكرت هذا وحطيناه في يدك.
حسيت بحاجه؟ لا. شوف الكرت في يدك. وش به حرق؟ هذول كرتينك؟ هذا كرتي الاول. والثاني؟ الثاني مو فيه. الثاني في الزاويه. وين؟ مكان الحرق. وين لك؟ لك وين؟ ما جبت لك. مو بلكة. مو ستة القلب كرتك الثاني. لك ما هي فيه يا حبيبي. كرتك الثاني ستة القلب. طيب تعال. عطني الأفكار. طيب. أنا بجلس وتكي عطني وش أنا أفكر فيه. حلوين. شوف. رقم جوالك السري. إيه. ستة أرقام ولا أربعة؟ أربعة. أربعة أرقام. عادة الناس اللي تستخدم في جوالاتها أربع أرقام، هذه الأربع أرقام تكون كيف أقول لك أرقام محددة، مثلا يستخدمونها في رقم الصراف السري، كذلك في الباسورد الجوالات، كذلك في أكثر من باسورد. الصدفة أنه رقم جوال السري أنا كذلك أربع أرقام. طيب هل تتوقع أنه رقم جوال السري نفس رقم جوالك السري؟ والله ما أدري. طيب أبيك تمسك جوالي، اكتب رقم جوالك السري، شوف حيفتح جوالي ولا لا. لا ما فتح. ما فتح. طيب مو مشكلة، أعطيني جوالي. بس قسما بالله لو تعلم بالرقم. شوف خلينا نعكس الدور شوي. أنا رقم جوالي السري أربع أرقام. صح. ورقم جوالك السري أربع أرقام. أوكي. ومهم نفس بعض. عد في بالك من الواحد للعشرة، إذا خلصت قول لي خلصت. طيب خلصت. أول ما طق إصبعي حط ستة أربع أرقام عشوائية في بالك. واحد اثنين ثلاثة. أوكي. قول لي كم. رقم؟ الرقم اللي حطيته ببالك مو بحقك. ايه قول لي كم. مو رقم 4-7. 4-7 3-0. 3-0. يعطيك العافية. رقم جوالي السري. ها؟ رقم جوالي. انت فتحت جوالي. شلون؟ طب اقول لك حاجة، ممكن جوالك. والله انت ما ينفع تسافر معي. تجيب العيد. شوف ابيك تحط في بالك سبورة بيضة. ايه وركب لي ارقامك السريه من اليسار لليمين بالترتيب. اوكي. ارقام الجوال ده. ايه. ايه. واحد. لا. لا. خمسة. ابدا. تسعة. شو توترت؟ هات يا اخوي هات 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 يا اخوي هات. يا راجل يا راجل حنغير يا شباب الرقم السري. أنا على بالي والله أنه خلاص يكفي. والله العظيم أنت بتجيب العيد. شلون؟ شوف شلون. شكرا لك يا صالح، يعطيك العافية. أنا تشرفت شوفتك والجلسة معك. أبحتاجك أنا، في ناس بطلع أرقامهم السرية. خلاص أبد. شكرا لك يا سيدي. يعطيك ألف عافية. الله يحفظك. تسلم يا بعدي.